احتفال الان للاتحاد العام الشغالين تاسس في 20 مارس 1968 وبالتالي في جميع الجهات تحيا احتفالات بذكرى التاسيس وهي تكون مناسبه لاستعراض المنجزات والتراكمات التي استطاع الاتحاد العام الشغالين ان يجعلها كزخم نضالي قد يستطيع ان يفتخر به لا سيما النتائج في الانتخابات الاخيره التي بوأت الاتحاد العام مكانه لم يسبق له ان حققها. وبهذه المناسبه فاننا نحيي الكاتب العام للاتحاد العام الشغالي الاخ يرى على هذه النتيجه التي اصبحت تاريخيه ويصعب على ان نتنازل عنها. اذا فالطريق شائك وشاق وهذا هو درب النضال. اذا من القنيطره نحتفل جهويا ب ذكرى تأسيس الاتحاد العام الشغالين بالمغرب. هذا صدفة أن تأسيس الاتحاد العام 20 مارس وأنا خلقت 25 مارس. إذا في نفس السنة في نفس تقريبا في نفس الأسبوع وهذا من محض الصدف.